فليك لعب بايرن ميونخ، واخد الثلاثيه، واخد تشامبيونز ليج، واخد دوري، واخد كاس. دي برضه من الحاجات اللي كنت متوقع انه هياخدها. دخل في منافسه كبيره معاه برضه، خمس القاب بس منهم اقول تشامبيونز ليج تحديدا، لان بايرن ميونخ في الدوري والكاس والحاجات المحليه دي ما عندوش منافسه. يعني بروسيا دورتموند برضه مش قادر ينافس، لكن خد تشامبيونز ليج بجداره واستحقاق، وعمل نتيجه برشلونه 8 وكسب. فمتهيألي كان هو ممكن ياخد احسن مدرب في الموسم. كان يمكن كلوب عشان طبعا خد الدوري الانجليزي بعد غياب كبير جدا من سنه 92، لكن برضو اعتقد كان ممكن يروح للمدرب بتاع بايرن ميونخ. ليفاندوفسكي بصراحه الاقدر، يعني ليفاندوفسكي هداف الدوري، واخد الدوري، هداف الشامبيونز ليج، واخد الشامبيونز ليج، واخد السوبر، واخد الكاس، واخد كل حاجه. جايب في الدوري 35 جون، هداف او هداف الموسم بالنسبه لبايرن ميونخ، وارقامه كلها بصراحه تجبر اي حد انه يبقى هو ده فرصته انه ياخد احسن لعيب، والناس كلها كانت بتقول ان هو هياخد ده بست. يعني غياب صلاح كان متوقع؟ لا مش متوقع، بس انت خلي بالك دلوقتي دايما هتلاقي اي حد بيبرز هو ومعاه رونالدو وكريستيانو على طول، ومعاه رونالدو وميسي زي طارق وحامد كده. يعني دايما مش هتطلع المعادله واحد فيهم رونالدو وكريستيانو. هتلاقي دايما الدنيا صعبه يعني. انا شايف صلاح بالعكس، صلاح هداف الدوري الانجليزي موجود بقوه جدا، لكن هي اختيارات المدربين واختيارات الكباتن المنتخب هي اللي بتعمل الاسامي بتروح فين.